السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هتكلم عن موضوع شيق جدا بيهم ناس كتير جدا جدا. سؤال بيجي لي على القناة باستمرار وهو أربي قطة ولا أربي كلب؟ طبعا الموضوع في كم نقطة كده لازم نحطهم في الاعتبار. يعني مبدئيا الموضوع بيعتمد على شخصيتك انت. لو انت انسان بتحب الخروج كتير، بتحب تتمشى، تمشي في المنتزهات، تمشي على البحر، عندك اماكن مفتوحة، تحب الخروج، مش انسان بيتوتي خالص، يبقى طبعا برشح لك انك تربي كلب. الكلب طبيعته ان هو بيحب يمشي كتير، يتنزه كتير. الكلب من الحيوانات اللي بتحس بالملل بسرعة على عكس القطط. القطط ممكن تسيبها في البيت فترات طويلة جدا، ما يحصلش حاجة، مفيش مشكلة. القطط بتنام كتير جدا برضو. يعني دي انت عايز حيوان هادي ولا حيوان مشاكس وبينط وبيبهدل المكان ومستعد للدوشة اللي الكلب بيعملها؟ ده برضو بيعتمد على شخصيتك انت، وانت عاوز ايه من الحيوان اللي انت بتربيه. كمان الكلب يعني يفضل، مش يفضل، هو لازم بصراحة، لو انت هتربي كلب يبقى بيتك واسع، ويفضل جدا جدا ان يكون بيتك مصاحب له جنينة. لكن لو البيت ضيق انصحك تربي قطة. لو انت عايش في شقة صغيرة يبقى يعني شيل من دماغك اصلا اوبشن انك تربي كلب، خليك مع القطة. كمان الموضوع بيعتمد على وقتك. القطط بتحتاج نظافة اقل، هي اصلا بتعتني، بتقضي وقت كبير في العناية بجسمها، بتنظف جسمها كويس، باستثناء طبعا القطط لو شعرها طويل، دي قطط بتحتاج عناية اكبر طبعا من القطط العادية. الكلاب بتحتاج عناية كبيرة. كمان انت قدرتك المادية ايه؟ خد بالك، حط في الاعتبار ان كل ما حجم الحيوان بيزيد طبيعي ان كل ما احتياجه للاكل بيكتر، وطبعا احتياجه للاكل ده هيكلفك، والاكل لازم تحط له يعني تارجت معين. انت ايه قدرتك المادية اللي هتنفقها على الحيوان ده يوميا؟ يبقى يعني حاطط ميزانية بسيطة يبقى تشتري قطة او كلب صغيرين، حاطط ميزانية مفتوحة اشتري قطة او كلب كبير، مفيش مشكلة. عاوز حيوان وافي جدا، طبعا الكلب مشهور بوفاء. عاوزك كمان تاخد بالك من نقطة، وكلنا معظمنا محدش بياخد باله منها الا ما يتصدم بيها. وانت بتشتري حيوان اليف خد بالك، وانت بتسافر، او كلنا بنحب يجي لنا الظرف ده، رايحين مصيف، رايحين سفريه، رايحين مؤتمر، رايحين، كلنا بنسيب البيت لفترات. يا ترى مين هيتقبل فكره ان هو يربي او ياخد الكلب بتاعنا الفتره دي واحنا مش موجودين؟ بسهوله جدا هتلاقي جيرانك او قرايبك او اصدقائك يفرحوا لما تقول لهم والله القطه بتاعتي ممكن تستضيفوها عندكم 3 4 ايام على ما ارجع من السفر. هتلاقي كتير مرحب بالقطة. لكن الكلب ما بيحصلش ترحيب كبير بيه الا لما يكون بقى حد هو اصلا مربي للكلاب وكده وعارف يتعامل معاهم. لكن الكلب اصلا يعني في خطورة ان هو يتعامل مع حد غير صاحبه اللي مدربه عليه. كمان لازم تحط في اعتبارك، يا ريت يعني اما تجيب كلب ان انت هتحتاج مدرب ليه، يعني ان هو يعني كلب هتصرف عليه، لان كلب يعني مدرب علشان يقدر ان يخليه يطيع اوامرك في كل مكان، وتقدر تسيطر عليه سيطرة كاملة، مش زي القطط. كمان في نقطة مهمة لازم تاخد بالك منها، وهي حكم تربية القطط والكلاب. يعني انا بصراحة انصحك انك تربي يعني كدينيا قطة في البيت. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيحب القطط، وكان بيطلق عليها انها من الطوافين والطوافات في البيوت. ودخلت امرأة النار في هرة، لم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض.
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى لازم لما نجيب حيوان ناخد بالنا منه كويس، قد يكون سبب في دخولنا النار أو الجنة. لكن بالنسبة للكلاب، النبي عليه الصلاة والسلام قال: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع فإنه ينقص من ميزانه كل يوم قيراطان. ده معناه إن تربية الكلاب في البيوت للتسلية أو للعب أو للتنزه يعني بلاش منها، ده رأي الدين. ولذلك أنا بفضل دايما تربية القطط، بالرغم إن أنا بحب الكلاب جدا. ولذلك أنا أي حد بيسألني أربي قطة أو بربي كلب، فبعدا عن أي شيء حرام أنا بنصحه يربي قطة. يعني حتى النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتوضأ من الماء اللي القطط بتشرب منه واعتبره طاهر. ده مش معنى يعني ان الكلاب ان احنا نسيء معاملتها او نكرهها او لا خالص. يعني زي ما في وردت احاديث عن القطط، في كمان وردت احاديث عن الكلاب، حديث مشهور جدا: ورجلا رأى كلبا يأكل الصراع من العطش، فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أرواه، فشكر الله له فأدخله الجنة. معنى الكلام ده إن إحساننا إلى الكلاب قد يدخلنا الجنة. فمعاملتنا للحيوانات لازم تكون يعني بدقة، تبقى عارف أنت بتعمل إيه، تبقى عارف أنت مقتني الحيوان ده هدفك من اقتنائه إيه. هتقتنيه يبقى عندك القدرة المادية إن أنت تأكله تشربه، عندك القدرة البدنية إن أنت تهتم بيه، عندك القدرة ان انت تونسه وتخرجه من الملل. يعني ما تربيش حيوان عشان تجيب له عقدة نفسية في الاخر يعني، او ان هو يعاني من اضطرابات، او تحوله من حيوان اليف لحيوان شرس، او كل الحاجات دي لازم تاخد بالك منها. هتقتني حيوان يبقى طبعا لازم باستمرار تتبع جدول التطعيمات بتاعه، سواء قط او كلب. يبقى لازم يكون ليك طبيبك البيطري قريب منك، او دلوقتي في حاجات اونلاين كتير. المهم ان انت تهتم بصحته وتراعيه، لان انت هتتساءل عنه يوم القيامة. مش هجيب قط ان انا العب بيه واجوعه او اسبب له امراض. القط او الكلب زي الطفل بالظبط، عشان يكون مش مصدر للأمراض، أو هو ما يعياش أو يصاب بالأمراض ويصيب كل اللي حواليه، لازم تهتم بيه. بيتطلب رعاية، وقت ومجهود وفلوس، فلازم كل الحاجات دي تكون متوفرة عندك، وطبعا مكان. القطط والكلاب تربيتهم جميلة جدا وشيقة جدا وممتعة، خصوصا الناس اللي هي يعني بتعيش لوحدها، او الناس اللي هي بتعاني من الوحدة او مشاكل. مثلا واحد مش قادر يقعد مع اولاده كتير وعايز يدخل البهجة عليهم، يجيب لهم حاجة تسليهم، دايما يلجأوا للقطط والحيوانات الاليفة عموما. كده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. اكتب لي وقول لي، قررت ان انت تربي قطة ولا قررت ان انت تربي كلب؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.